نعم. هذه الثقة سادة النواب. أخيرا وبعد مخاض عسر، منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة في خطوة يأمل الجميع أن تشكل نهاية للسنوات العجاف التي عاشها الليبيون بسبب الانقسام والفوضى وشبح الحرب الأهلية وانتشار المرتزقة وانعدام الأمن. ف132 نائبا نالت حكومة دبيبة ثقة غالبية البرلمان، فيما امتنع نائبان عن التصويت. أولا هذا يوم تاريخي بالنسبة لمجلس النواب حقيقة، يعني في الداخل وفي الخارج. ثانيا يجب أن ننبه الحكومة، بأن مدة ولاياتها تنتهي ب 24 ديسمبر. يجب عليها أن تتخذ الانتخابات اللازمة في موعدها المحدد، وبعدها ستكون حكومة تسير أعمال حتى تتم الانتخابات. من جانبه تعهد رئيس الحكومة الليبية الجديدة بدعم المجلس الرئاسي والالتزام باستحقاقات خارطة الطريق وتحقيق المصالحة الوطنية، متعهدا بانتهاء الحرب إلى غير رجعة. سأعمل بكل جهد في دعم المجلس الرئاسي وتحقيق العدالة الانتقالية لنجاح المصالحة الوطنية. سألتزم بدعم المفوضية العليا للانتخابات. أكرر لكم أن الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية، ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة ثانية. وبعد نيل الثقة تبقى هناك ملفات عديدة أمام الحكومة الجديدة وقضايا شائكة، يأتي في مقدمتها إقرار الموازنة الموحدة وقانون الاستفتاء وكذلك اعتماد قانون الحكم المحلي ومن ثم إقامة الانتخابات. كما ستواجه الحكومة التي سينتهي عملها في 24 من ديسمبر المقبل تحديات عديدة، أبرزها إنهاء وجود المرتزقة والمسلحين في الأراضي الليبية تمهيدا لتحقيق الأمن لإنجاز إصلاح حقيقي على الأرض. تحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الشعب الليبي يبقى هو الآخر مهمة ملقاة على عاتق حكومة دبيبة بعدما مزقته سنوات الفرقة والاقتتال.